بسم الله نبدأ بيها شرح درسنا النهاردة إن شاء الله، درس سهل جدا بعنوان أنواع الزوايا. فاكرين مع بعض كان إيه هي معنى الزاوية؟ الزاوية كانت جاية نتيجة اتحاد شعاعين ليهم نفس نقطة البداية. نقطة البداية بتاعت الشعاعين دول كنا بنسميها رأس الزاوية. تعالوا نشوف أول نوع من أنواع الزوايا عندي، هي الزاوية الحادة. الزاوية الحادة شايفين الشعاعين هم، والزاوية الحادة هي الزاوية اللي بالأحمر دي. الشعاعين عبارة عن شعاع أفقي، والشعاع التاني هيتحرك معايا وهيعمل لي أشكال وأنواع لزوايا مختلفة. قياس الزاوية الحادة أقل من 90 درجة. قياس الزاوية الحادة أقل من 90 درجة. تعالوا نشوف النوع تاني من الزوايا، الزاوية القائمة. الزاوية القائمة الشعاع رأسي وشعاع أفقي عاملين زاوية قائمة قياسها 90 درجة بالظبط. يبقى قياس الزاوية القائمة 90 درجة بالظبط. النوع الثالث من الزوايا هو الزاوية المنفرجة، وادي شكل الزاوية المنفرجة. الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90 درجة، بس كمان أقل من 180 درجة. يبقى معايا دلوقتي 3 زوايا، زاوية حادة قياسها أقل من 90 درجة، زاوية قائمة قياسها بتساوي 90 درجة بالظبط، زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180. تعالوا نشوف النوع الرابع من أنواع الزوايا، هو الزاوية المستقيمة. آدي الزاوية المستقيمة عبارة عن الشعاعين خلاص بقوا على خط أفقي واحد، بس واحد يمين واحد شمال. آدي الزاوية المستقيمة، الزاوية اللي فوق اللي بالأحمر أو كمان الزاوية اللي تحت. قياسها كام الزاوية المستقيمة؟ قياسها بتساوي 180 درجة بالظبط. طب النوع الخامس هو الزاوية المنعكسة. ادي شكل الزاوية المنعكسة، اوعى تفتكرها شبه الحادة، لا دي الزاوية الكبيرة اللي برة. الزاوية المنعكسة هي الزاوية الكبيرة اللي برة. قياسها كام الزاوية المنعكسة؟ قياس الزاوية المنعكسة اكبر من 180 درجة، بس كمان اقل من 360 درجة. طب تعالوا نشوف النوع الاخير، وهو الزاوية الصفرية. يعني ايه الزاوية الصفرية؟ ادي الشعاع عندي، فين الشعاع التاني؟ كأنه منطبق عليه تماما، شعاعين منطبقين على بعض مش عاملين اي زاوية. يبقى الزاوية الصفرية من اسمها كده بتساوي صفر. الزاوية الصفرية بتساوي صفر، هم شعاعين منطبقين على بعض. يبقى انا كده تعرفت على انواع الزوايا الستة. تعالوا بقى مع بعض نشوف لو عايز يرسم الزوايا دي نرسمها ازاي. ارسم الزوايا اللي قياساتها 60 درجة و115 و195 درجة، وعايزين كمان نكتب نوع كل زاوية منهم بعد ما نرسمها. تعالوا نبدأ بالزاوية 60 درجة ونشوف نرسمها ازاي. طيب اول حاجة اعملي الشعاع الافقي زي ما احنا متفقين، ارسم شعاع افقي. وبعد كده هات المنقلة، شايف عارفين كلنا المنقلة اللي عليها تدريج الزوايا، هاتلي المنقلة وحط الصفر بتاعها على نقطة بداية الشعاع الأفقي. وبعد كده هنروح نعمل علامة زي السهم الأحمر ده، هنروح نشاور بالزاوية اللي قياسها 90 ونعمل علامة بالقلم الرصاص. خلي بالك من تدريج المنقلة، احنا اللي يهمنا التدريج الداخلي مش التدريج الخارجي اللي بره، التدريج اللي جوه المنقلة. يبقى هنحط علامة بالقلم الرصاص على الزاوية اللي قياسها 60، وبعد كده شيل المنقلة واجيب المسطرة وارسم شعاع يوصل ما بين نقطة بداية الشعاع الافقي والنقطة اللي انا حددتها بالقلم والمنقلة. يبقى كده انا رسمت الشعاع التاني، وتبقى دي زاوية عند قياسها 60 درجة. طيب الستين اقل من التسعين، الستين درجة اقل من التسعين، عشان احدد نوع بقى الزاوية. زاوية اقل من 90 درجة يبقى على طول دي زاوية حادة. الستين درجة دي زاوية حادة ليه؟ قياسها اقل من 90 درجة. طب تعالوا نشوف الزاوية التانية، هنرسم الزاوية اللي قياسها 115. نرسمها ازاي؟ متفقين اول خطوة هنرسم شعاع افقي، ماشي، وهنجيب المنقلة وهنحط الصفر بتاع المنقلة على نقطة بداية الشعاع الأفقي، ونحدد الزاوية اللي قياسها 115. خلي بالك أنا يهمني التدريج الداخلي، ملكش دعوة بالتدريج الخارجي.
التدريج الداخلي. خلي بالك المية وخمستاشر يعني عدينا الزاوية اللي قياسها 90، 100، 110، 120. طب فين المية وخمستاشر؟ اعملها ازاي؟ هي واقعة في النص ما بين المية وعشرة والمية وعشرين. واعمل سهم، السهم الاحمر دوت معناه انك تحط علامة بالقلم الرصاص عند الزاوية اللي قياسها 115، وبعد كده شيل المنقلة خالص واجيب المسطرة ووصل بالنقطة بداية الشعاع بتاع الخط المستقيم والعلامة اللي انا عملتها بالقلم الرصاص والمنقلة، وبكده يبقى انا رسمت زاوية قياسها 115. تعالوا نحدد نوعها. نحدد نوعها ازاي؟ ال 115 اقل من ال 180 واكبر من ال 90. يبقى ايه الزاوية اللي كانت اكبر من ال 90 واقل من 180؟ هي زاوية منفرجة. تمام، تعالوا نشوف اخر زاوية عندنا نرسمها ازاي. ال 195 هنرسمها ازاي؟ خلي بالك لان دي فيها فكر شوية. اول حاجة عندنا هنرسم الشعاع الافقي، متفقين ده اول خطوة. طيب خلي بالك بقى بقوة ملاحظتي، انا عارف ان ال 195 دي اكبر من ال 180، اكبر من ال 180. ده ال 180 اللي هي قياس الزاوية المستقيمة. يبقى ايه؟ ادي عندي الزاوية المستقيمة. طيب بعد كده هحط المنقلة بطريقة عكسية تحت كده، الصفر بتاع المنقلة طبعا عند الصفر عند نقطة بداية الشعاع الافقي، بس هنعمله بالشقلوب يعني من الناحية التانية من تحت. طب وهنقيس زاوية بقى قياسها كام؟ خلي بالك ده انا عملت زاوية مستقيمة قياسها 180، اتفضل كمل 195. اتفضل 15 زاوية قياسها 15. ال 195 عبارة عن زاوية بتساوي عبارة نتيجة جمع زاويتين 180 زائد 15. طب ال 180 هي زاوية الزاوية المستقيمة، ال 15 بقى نقيسها ازاي؟ حط المقلمة، حط المنقلة بالشقلوب الناحية التانية وقيس زاوية، ادي الصفر عندي وادي العشرة وادي العشرين، عينك على التدريج الداخلي. يبقى الزاوية 15 هي زاوية في النص ما بين العشرة والعشرين. طبعا هنحط علامة بالقلم الرصاص من ناحية السهم كده اللي انا عاملاه ده، وبعد كده هنشيل المنقلة خالص ونرسم بالقلم الرصاص والمسطرة شعاع واصل ما بين نقطة بداية الشعاع الافقي والعلامة اللي انا عملتها بالمنقلة، وبكده يبقى دي الزاوية اللي قياسها 195. زاوية قياسها 195. طب نحددها ازاي بقى نعرف نوعها؟ ال 195 هي اكبر من ال 180 واقل من ال 360، يبقى على طول الزاوية بتاعتي هي زاوية منعكسة. وبكده يبقى انا عرفت في درسنا النهاردة واتعرفت على انواع الزوايا وازاي كمان ارسم اي زاوية قدامي. طيب وبكده يكون خلص درسنا النهاردة، معنا فهمنا تعلم ببساطة.